الاستثمار في المستقبل الحق في التعليم حالا، عنوان ورشة منظمة من طرف ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم بالتعاون مع الفريق البرلماني للجودة الشاملة لترقية التربية والتعليم، وبحضور ممثلين من وزارة التهذيب الوطني وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. اليوم التحسيسي ناقش أهمية زيادة الإنفاق على التعليم لضمان المستقبل، كما عرج على ضرورة النهوض بالتعليم بصفته أهم القطاعات الحيوية في الدول. يدخل تنظيم هذا اليوم التحسيسي ضمن نشاطات أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم 2016، الذي يمثل حملة سنوية تنظمها الحملة العالمية من أجل التعليم في جميع أنحاء العالم بغية رفع مستوى الوعي بأهمية توفير التعليم للجميع. ويشارك ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم في هذه الحملة عن طريق تعبئة أعضائه وشركائه، وينظم أنشطة في شتى ولايات الوطن من أجل تبادل السياسات والممارسات الجيدة مع منتسبي الائتلاف من خلال منسقياته المحلية. التلاميذ الحاضرون رفعوا شعارات مطالبة بتحقيق بعض المطالب الملحة من قبيل بناء المزيد من المدارس وتشجير الساحات المدرسية، كما تحدثت ممثلة وزارة التهذيب الوطني عن بعض المشاكل التي تواجه الوزارة. التعليم عنده مشاكل كثيرة، يقارب قيامنا كاملين له، هذه المشاكل الدور لا تنحل. وزارة التهذيب الوطني قائمة برنامج محكم فات مشات في كثير منه، ومن بينه تلفزيون ها سكولير، تلفزيون وطنية بدأنا فيها نبثوا فيها برنامج للنهائيات سنة باكالوريا وسنة تعليم الإعدادي. ممثلة الفريق البرلماني للجودة الشاملة تحدثت عن أهمية التعليم والمشاكل التي يعاني منها في البلد منذ عقود. كلنا يعرف أن التعليم في موريتانيا وصل مرحلة من تدني الإنتاج أنا لأهله أن يذوقون قوس الخطر. الاستراتيجية الدولية 2015-2030 هي شعور من المجتمع الدولي بوجود مشكلة في التعليم. كانت هناك استراتيجية وصلت إلى نهايتها 2015. وقد دعا الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى جعل السنة الماضية سنة للتعليم سبيلا للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني مشاكل جمة لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تجاوزها حسب المتابعين.